اهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقه من حديث 2015، يتصاعد الارهاب في الجنوب السوري وبات يهدد كل انسان كل سكان المنطقه عموما وطائفه الموحدين الدروز خصوصا كما هدد وتعدى على مكونات اجتماعيه من مسيحيين ومسلمين وكرد وسواهم في مناطق مختلفه سابقه. ارهاب بات قاب قوسين من مدينه السويداء اكبر مدن المنطقه ذات الاغلبيه الدرزيه وتعد قلب جبل العرب. المجزره التي ارتكبها المسلحون في ريف ادلب بحق اكثر من ثلاثين درزيا قضوا ذبحا حركه القيادات الدرزيه من سوريا الى لبنان وفلسطين والخيارات جميعها تذهب للبحث عن سبل للحفاظ على امنهم وأمن مناطقهم وإذ يذهب وليد جنبلاد زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي للبحث عن ضمانات إقليمية من تركيا وقطر ضابط إيقاع جبهة النصرة كما يقال للنأي بالموحدين عن دائرة الصراع السوري ويذهب أيضا إلى ضرورة دعم المعارضة السورية في وجه النظام والمصالحة مع درعا ومحيطها يذهب طلال أرسلان زعيم الحزب الديمقراطي اللبناني فيؤكد في مقابلة خاصة مع الميادين إن الدولة السورية لا تزال حاضرة بعدتها وعديدها في مدينه السويداء وعلى النحو نفسه راى وئام وهاب رئيس حزب التوحيد العربي ان خيار المواجهه مع الارهاب حتمي وطالب الحكومة السورية بضرورة تسليح أبناء المناطق الدرزية للدفاع عن أنفسهم. رأى أن محور المقاومة وحده القادر على مساعدة الموحدين مشهد وإن كان عنوانه الواضح والعريض أمن الدروز المهدد. فالخيارات لا تزال ضبابية. في هذه الحلقة نرحب بفراس شوفي وهو كاتب وصحفي معنا في الاستديو ألبك أخ فراس. كما نرحب بسماحة الشيخ يوسف الجربوع شيخ شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز. في سوريا اهلا بكما ابدا بك اخ فراس اهلا فيك. ما حدث في قلب لوزه في ادلب هل دق ناقوس الخطر في السويداء؟ طبعا بلا شك ما حدث في في ادلب هو امر متوقع منذ مده طويله هذه القرى تم السيطره عليها من قبل تنظيم شبهة النصره منذ حوالي عام ونصف او اكثر آه السلوك آه جبهة النصرة في هذه القرى هو مماثل لسلوك جبهة النصرة في كل قرى سوريا التي عليها من درعا إلى إدلب إلى أي مكان واضح أن الجماعات التكفيرية عندما تسيطر على أي منطقة معينة آه تبدأ بالتوسع ومن ثم تبدأ بفرض شروطها على آه الأفراد الموجودين في هذه المنطقة كأفراد وكجماعات آه سنة شيعة دروز علويين آه أي أي فئة موجودة تتعاطى معها على قاعده الخضوع للعقيده الوهابيه. ما حصل في ادلب هو كان امر متوقع. في سلسله ممارسات كانت عم بتصير منذ عام لاجبار مجموعه من اهالي هذه القرى على اعتناق مجموعه تفصحت عنوان الشريعه وهي لا علاقه لها بالاسلام هي على مذهب ابن تيميه اللي صار طبعا سلط الضوء على 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 مساله الجنوب السوري وعلى مساله السويداء بسبب طيب. بسبب الحديث عن ضمانات ممكن ان تقدمها هذه الجماعات للسوريين في الجنوب السوري او في دمشق او في اي مكان اخر طيب يعني ربما نتحدث اكثر بعد قليل عن ربما الابعاد الجيوسياسيه فيما يتعلق تحديدا بالجنوب السوري ولكن اسمح لنا ان نرحب مجددا بسماحه الشيخ يوسف الجربوع اهلا بك سماحه الشيخ وشكرا لك على تواجدك معنا جيب. في هذه الحلقة بالتأكيد أنت ستثرين بالكثير من المعلومات التي ربما يعني قرأنا في الصحافة الكثير من المتناقضات حول ما يجري في السويداء سماحة الشيخ هل لك أن تخبرنا ما الذي يحدث في السويداء؟ أسعد الله مساءكم بكل خير ومساء السادة المشاهدين جميعا الحقيقة ما يحدث في السويداء هو ما حدث على ارض سوريا بشكل عام ابتدى الارهاب يستهدف الدوله السوريه في كل بقاع الجمهوريه العربيه السوريه والان يحاولون في في مدينه السويداء ان اسقاط الدوله في مدينه السويداء بالهجوم على مؤسسات الدوله ومنها المؤسسه العسكريه في مناطق قريبه من من مدينه السويداء ومحافظه السويداء باللواء 52 أو مطار الثعالي تعرضت هذه القطعة العسكرية لهجوم وقف جيشنا العربي السوري وقوف صامد وتصدى لهؤلاء الارهابيين التكفيريين وما حدث ان هناك انسحاب كان للفرقه 52 الى محيط مطار الثعالي وكان الهجوم الاكبر ولكنهم لم يستطعوا ان يتقدموا من خلال هذه الناحيه ووقف جيش العربي السوري وقوف مشرف وبطولي طيب. كان لاهلنا في المنطقه حقيقه وقفه صامده، حيث تواجدوا على ارض محافظه السويداء تحسبا لاي طارئ لكي يستطيعوا التصدي لهذا الهجوم الغادر. طيب سماحه الشيخ هل فعلا سحب الجيش السوري كل المعدات والاليات العسكريه والاسلحه من المنطقه كما يقال ام هناك روايه اخرى تقول بان الجيش السوري لم يسحب الاسلحه من السويداء؟ يعني المعلومة غير دقيقة هناك بعض القطع تم سحبها من السويداء لأسباب لوجستية من بعض القطع تحتاج لإصلاح وبعض القطع أعادة تموضع في غير مكان ظن البعض أن هذا هي انسحاب للجيش وكأنه تخلي للجيش عن المنطقة في محافظة السويداء الحقيقة بالواقع لم يكن هذا تخلي وإنما كان إعادة انتشار في أماكن من محافظة السويداء وبعض القطع ربما يحتاج إليه الجيش في أماكن أخرى هناك من يحاول ان يصور وكان هناك تخلي للدوله السوريه عن محافظه السويداء، وهذا وجهه نظرنا هو مغاير للواقع، هناك صعاب وصعوبات كثيره يتعرض لها الجيش العربي السوري من ضغوطات عسكريه وكذلك المحافظه تتعرض لضغوطات اقتصاديه وما الى هنالك، وهناك ايضا فساد ومفسدين وبعض الجهات التي هي يعني تعمل خارج هي من ضمن قد تكون من ضمن الدولة ولكنها تعمل ضد الدولة لكي تعطي إيحاء ل يعني لأبناء محافظة السويداء أو إيحاء عام للناس أن الدولة تتخلى عنه ما نراه الآن هو الدولة موجودة بكل مقوماتها، ما زالت دولة تدفع الرواتب، ما زالت تؤمن المواد الأساسية والغذائية، ما زالت تؤمن الطحين والوقود، وتؤمن الكهرباء وما إلى هنالك، ودوائر الدولة قائمة بكل مهماتها وموجودة بشكل دائم، الموظفين يذهبون إلى دوامهم. والبنوك تعمل وكل شيء طبيعي ونعيش نحن في محافظة السويداء حياة لن أقول طبيعية مئة بالمئة ولكنها شبه طبيعية ما ينغص علينا هذه الحياة هي ما يقوم بها الإرهاب من محاولة الاستهداف وتدمير لمكونات الوطن وال يعني الدخول لاثاره الفوضى وال يعني والدمار على مساحه الوطن ولكن الحمد لله شعبنا على مستوى من الوعي يستطيع ان يتصدى لهذه الهجمه ان شاء الله سمحت الشيخ يعني دعني اعود للجيش السوري وحضور الجيش السوري في المنطقه هل هناك تعزيز لمواقع الجيش السوري في مقابل سحب بعض الاليات نعم عزز الجيش السوري مواقعه في اكثر من مكان تحسبا لاي هجوم يعني قد يكون من هذه المنطقه ولكن ما نراه الحقيقه هو الصوره هناك معاناه كبيره يعانيها الجيش بعد طول الحرب التي تشن على سوريا هناك طبعا نقص بالعداد قد يكون نقص بالإمكانيات يعني نعيش حرب بكل معناها حرب كاملة سوريا تعيش حالة حرب كاملة بكل معناها وبكل تفاصيلها وهذه الحرب لها أوزارها ولها سيئاتها ولها نواتجها ونحن ك يعني محافظة من محافظات قطر العربي السوري نعاني ما نعانيه من جراء هذا الارهاب التكفيري الذي يستهدف الوطن سمحت الشيخ أيضا هناك معلومات تتحدث عن لقاء جرى بينكم وبين الرئيس السوري بشار الأسد وأيضا ما ربما سربته الصحافة بأن الرئيس السوري قال بأن هناك ما يقارب 27 ألف درزي تخلفوا عن الخدمة العسكرية وفي حال عادوا هؤلاء بالتأكيد سيتم تعزيز مواقع الجيش السوري في السويداء، هل لك أن تطلعنا أكثر حول ما جرى في اللقاء بينكم وبين الرئيس السوري؟ نعم الحقيقة كان لنا لقاء قريب مع سيادة الرئيس بشار الأسد وتم طرح الكثير من المواضيع التي تهم المنطقة أو تهم الوطن بشكل عام وبشكل خاص محافظة السويداء أما موضوع المتخلفين عن الالتحاق بالخدمة العسكرية من مجندين أو غير ذلك لم يتم نقاشه في هذه هذه الزيارة وكان لنا يعني مطالب بالفترة الماضية ان نستوعب عدد من ابنائنا ضمن المحافظه تحت اطار تحت مظله الجيش العربي السوري وهناك من يسعى لتيسير هذا الامر لكي يخدموا يعني ضمن محافظه محافظه السويداء اذا امكن ولنا يعني امل ان يتم التجاوب مع هذا المطلب نعم اسمح لنا ان نعود لزميل فراس في الاستديو على الصعيد الميداني كيف يمكن قراءه الخريطه الجيوسياسيه في الجنوب السوري وما يحدث تحديدا في السويداء اولا الى جانب الحرب العسكريه في 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 سوريا وفي في السويداء هناك حرب اعلاميه شرسه تخاض منذ اكثر من شهر تحديدا على محافظه السويداء الحديث عن ان الجيش سحب قطعات <applause> وسحب الياته ومعداته وهذا كله كلام غير صحيح اللي صار هو اعاده انتشار في كامل المحافظه الصور اللي ظهرت على الاعلام هي قافله لسيارات ظهرت من لواء 52 هي اسلحه دفاع جوي ماذا لماذا يحت... وجوده في المطار ممكن انه وجوده في عفوا في اللواء ممكن انه يسقط بايد المسلحين فتم نقله الى داخل المحافظه او لا لاستخداماتها باماكن محميه فيها الجيش عزز مواقعه النقطه منها النقطه هي التهويل بموضوع خروج الجيش المطلوب من فكره خروج الجيش هي اشعار اهالي السويداء بالخطر ولدفعهم الى البحث عن بدائل عن الدوله <applause> اللي صار في مطار الثعله اللي هو أكبر نموذج بالأمس هذه النقطة، النقطة الأولى هي مسألة اللواء 52، تم تم تضخيم حجم اللواء أو أو حجم الانتصار العسكري لغايات واضحة ومعروفة أنه الجماعات المسلحة في الجنوب ومشغلينها كانوا يحتاجون إلى زخم اعلامي عبر التحديث عن انتصار هو انتصار متواضع ويعني في هجوم الاف المسلحين على قطع عسكريه مساحتها 3 كيلومتر وهذه القطعه هي يقال انه لواء ولكن هي قياده اللواء، اللواء موجود في كامل الجنوب السوري وحتى موجود منه قطاعات بقلب حمص وبقلب حما، اللي تم عليه هو قياده اللواء وليس اللواء. اثنين الجنود الموجودين باللواء اصلا انسحبوا على مطار الثعله وهن موجودين وامبارح تم خوض ب معركه بطوليه بقلب المطار للدفاع عن المطار فش الهجوم الارهابيين على مدى النهار كل نهار قصف فش الهجوم النقطه الاساسيه هي ليش لحديث الاعلام المعارض او الدول الداعمه للاعلام المعارض الحديث عن انه الدوله ظهرت ولازم اهالي السويده يبحثوا عن بدائل وهذا تهويل تهويل واضعاف لنفسيه اهالي السويده لينقلن إن انه انتم ما فيكم تدافعوا عن نفسكم والجيش ما في دافع عنكم ولازم تروحوا على تفاهمات مع الارهابيين هذه النقطه الاولى في كمان بها السياق الحديث عن ضمانات دوليه الاهالي السويداء بالوقت اللي هم يشعرون فيه انه هن متروكين او مهملين او والارهابيين على ابوابهم بدهم يبحثوا على بدهم يتم الدفع بهم للبحث عن ضمانات لم تثبت جدواها والدليل هو ما حصل في قلب لوزي م. يعني هذه المعادلة اليوم اللي عم تنعمل اللي عم يجربوا يعملوها بالسويدا انه اهل السويدا ما فيهم يدافعوا عن نفسهم والارهابيين ممكن يفوتوا على المحافظة باي وقت نفسا استخدمت في محافظة ادلب وقيل لهذه القرى من الموحدين الدروز انه انتم عملوا تفاهمات مع الارهابيين ما تقاوموهم كذا وصلنا للمشهد اللي صار له سنه سنه ونص بيصير النقطه الثانيه هي هي تظهير العامل المذهبي في الجنوب وهذا الاسرائيلي دوره فيه بشكل اساسي ومباشر ما اذا راح يكون في م. جزء من الحلقه تحديدا عن هذا عن عن العامل الاسرائيلي بالتأكيد ولكن بالتأكيد. هي الامور كلها مترابطه في مع بعضها النصف الثاني من الحلقه آه. بتأكيد سنتحدث آه سماحه الشيخ آه يعني اذا ما اردنا ان نسقط ما, حد ما يحدث الان في السويداء على ما حدث في آه قلب لوزه هل يمكن ان تقبلوا بتسويه مع جبهه النصره او الجماعات الاسلاميه المتشدده مقابل عدم دخول هذه الجماعات الى السويداء؟ لا لا اعتقد ان هناك مجال للتسويه. هم يعتمدون الفكر الوهابي تكفيري بكل مواقفهم وكل تصرفاتهم. وقد اجازوا القتل والتدمير وانتهاك الاعراض وليس هناك ضمان لاي امر يقدمون عليه. الخطر الكبير الذي يحدق بسوريا كل يعني بكل ارجاء سوريا والذي طبعا طال كل المحافظات السوريه قد نتعرض له نحن هنا بكل الاحوال. ولكن خيارنا الوحيد هو التصدي ورفض اي دخول لاي مجموعه مسلحه ارهابيه الى منطقه السويدات باي دون اي يعني بكل سوف نقاوم بكل ما اوتينا من قوه ولن نسمح بدخول اي مجموعه ارهابيه اي يعني اي مسعى لكي نقول ان هناك تفاهمات هذه الامر لا اعتقد انه ياتي بنتيجه نحن هدفنا الدفاع عن ارضنا وعرضنا وليس هدفنا الاعتداء او التعدي على احد ولكننا لن نرضى ان يتعدى علينا احد. سمحت الشيخ هل هذا الراي هو نعم. راي الراي العام السائد في السويداء بمعنى الراي العام في السويداء والقيادات في داخل السويداء جميعها تتجه نحو تبني هذا الموقف بعدم المساومه او او التسويه مع جبهه النصره او الجماعات المسلحه؟ اعتقد ان نسبه كبيره من من الناس هي تتبنى هذا الراي. بالدرجة الأولى لعدم الثقة بالطرف الآخر لو كان الأمر على سبيل نحن نحن وأهلنا في في درعا ليس هناك خلاف مباشر وإنما هو الخلاف كان مع المجموعة المسلحة ولم نحن ولم نصطدم حقيقة نحن بشكل مباشر مع المجموعات المسلحة إلا في بدامة أو ديرداما والاصطدام الأخير اللي كان بالمنطقة الشرقية بمنطقة الحقف هناك تعديات فردية من مجموعات مسلحة على بعض من أهالينا بالمناطق المحادية التي هي قريبة من من أماكن الساخنة في درعا. إذا إذا قلنا هناك اتفاق يجب أن يكون اتفاق هناك مع مع أهالي منطقة حوران وأهلنا في درعا لنصل لصيغة تفاهم لمنع الاعتداء بكل أشكاله. ولكن هؤلاء لا أعتقد أن هناك ضمانة لعملهم لأنهم بالتالي سوف يعني يذهبون الى نقض اي اتفاق سيكون في توجه فيه من قبلهم لمصالحهم الشخصيه والتي هي ترتبط بالفكر التكفيري الوهابي التي تضعنا على قائمة يعني الكفار الذين أحل مالهم ودمهم وما لهنالك هنالك ربما سمحت فل... الشيخ يعني ما ف... حدث في قلب لوزة أكبر دليل تم تسليم هذه المناطق ولكن في المقابل لم تسلم هذه المناطق أيضا من الاعتداء نعم كما تفضلت الحقيقة بقلب لوزي كان هناك ضغط لاتباع المذهب الوهابي من قبل العصابات الارهابيه وكان وقد تجاوب أهل اهلنا في كثير من, من هذه الضغوطات بسبيل ان لا يصلوا الى تصادم او يتعرضوا للقتل لانهم هم هناك مسلم مدنيين مسالمين ليس لديهم سلاح ولم لن يستطيعوا التصدي لا يوجد سلاح للدفاع عن نفسهم هناك فاضطروا ان يكونوا مسالمين ضمن الخطه التي توا مع ضمانات قدموها هذه الضمانات نقضت باول فرصه كانت والتي تسببت في مجزره راح ضحيتها اكثر من 30 شخص من ابناء الطائفه وهذا الامر قد يحدث في اي مكان وقد حدث على مساحه الارض السوريه في كثير من الاماكن القتل والتدمير بأماكن دخلوا إليها بالرقة هناك كان حالات أعدام يعني بغض النظر أعدام ليس في دروز في ليس هناك دروز بي بي بالرقة وقد أعدموا من من من, من الطوائف الأخرى لاعتبار ان يعني اعتبارات دينيه هم خالفوا الشرع حسب شرعهم وليس حسب الدين الاسلامي الحنيف كانوا هم تحت مظلة التكفير وهم من نفس الطائفة فما, بال فما بالكم لو انهم دخلوا الى السويداء وهم اصلا يعتقدون اننا يعني اذا صح التعبير الكفار حسب مذهبهم طبعا سيكون هناك الفتوى جاهزة باي وقت لنقض اي قرار او اي اتفاق يقومون على يعني عقده مع اي جهه كانت. نعم فراس ما هي الخيارات المتاحه يعني نحن نتحدث عن السويداء كاكبر تجمع للوجود الدرزي ربما في سوريا ولكن ايضا هناك مناطق درزيه اخرى هذا يطرح السؤال عن الخيارات المتاحه لحمايه الطائفه الدرزيه كمكون رئيسي من مكونات المجتمع السوري هل يمكن التعويل على دعم دولي كما حدث مع الاكراد مثلا اولا ما مساله السويداء او مساله حتى يعني المناطق اللي في ذات الغالبيه الكرديه من الخطا النظر الى الى الازمه في السويداء او في كوباني او اي منطقه اخرى من من الخلفيه المذهبيه. المساله ليست خطأ على الدروز فحسب هي خطر على مدينه كبيره في الجنوب السوري وعلى جزء لا يتجزا من الارض السوريه. وطبعا الاعلام المعارضه ووسائل عم بيحاولوا يصوروا الامر كانه بس بالتحديد متعلق بموحدين دروس بينما الصحيح انه الجماعات التكفيريه هي خطر على كل نسيج او مكون في في الاجزاء من الشعب السوري او الشعب العراقي او الاردني او اللبناني او او كل شعوب المنطقه الخيارات تضيق يوما بعد اخر السويداء اليوم لديها تهديد وجودي من منطقه من الشرق من المقرع الشرقي القرى الشرقيه بسبب وجود عناصر تنظيم داعش وجماعات محليه بايعت الخليفه في الشرق في في مناطق الباديه وتعزز وجود هذه الجماعات في الآونة الأخيرة بعد سقوط الرمادي وما تلاها من سيطرة واحتلال الإرهابيين لمدينة تدمر وأيضا من الغرب قرى المقر الغربي للسويداء هي على تماس مباشر مع عدد كبير من القرى التي يحتلها المسلحون لذلك الخيارات دي. اليوم في عده طروحات تطرح على اهالي السويداء ويتم سنتحدث عن هذه الطروحات اسمح لي فقط على المقاطعه مضطره للذهاب الى فاصل سريع ونعود بعدها لمتابعه النقاش مشاهدينا فاصل سريع ونعود اليكم مجددا ابقوا معنا أهلا بكم مشاهدينا من جديد في هذه الحلقة من حديث 2015 نرحب بضيفينا في حلقة اليوم زميل فراس شوفي وهو كاتب صحفي معنا في الاستديو أهلا بك من جديد فراس وأيضا نرحب بسماحة الشيخ يوسف جربوع وهو شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في سوريا أهلا بك مجددا سماحة الشيخ كنا نتحدث عن الخيارات فراس عن المتاحة أمام يعني أبناء الطائفة الدرزية في ظل المعطيات الحالية في الجنوب السوري مثل <applause> ما كنا نقول انه الخطر كبير من داعش من شرق السويداء والخطر كبير من من النصره والجماعات التكفيريه الاخرى من الغرب. اليوم هناك مجموعه طروحات تطرح على او يتم دفع اهالي السويداء للخضوع لها. اولا الحديث عن ضمانات ممكن ان تقدمها هذه الجماعات في الغرب يعني واضح انه تنظيم داعش لن يكون هناك مساومة معه أو أو تفاوض هناك أحاديث وهناك أصوات في لبنان وفي قلب السويداء تدعو إلى التعاون أو التفاهم مع الإرهابيين م. طبعا ما حدث في قلب لوزي يسقط هذه هذا الاحتمال من المعادلة هناك خيارين آخرين إما القتال والدفاع عن المدينة والدفاع عن المحافظة إلى جانب الجيش السوري وأما ال تصديق الروايات التي تتحدث عن ضمانات دوليه اردنيه طب او تركيه على الصعيد أو أو الاستراتيجي فراس هل يمكن للجيش السوري ان ينسحب في لحظه ما من آه، من السويداء؟ لماذا يريد ان ينسحب الجيش السوري من المحافظة؟, المحافظه؟ اذا كان أهل المحافظه يريدون الدفاع عن مدينتهم وعن بيوتهم ولكن على الصعيد وعن... الاستراتيجي بالنسبه للجيش السوري هذا يعني هذا حكي هو لتوهين معنويات أهل السويداء، لم تسقط مدينه سوريه وغالبيه اهلها لا يريدون لا يريدون سقوطها، المدينه اللي اهلها بيدافعوا عنها ما بتسقط. م. والجيش ما بينسحب نحن نتع... يعني نعول و... على الاهالي طبعا, و... و... طبعًا لا ل... عن الجيش لا, لا طبعا اليوم هذه الحرب كثير كبيره الجيش لوحده بانتشاره العسكري وبقدراته بعد خمس سنوات الجيش لوحده مستهلك وتعب م. ومع ذلك معدات الجيش موجوده وقوات الجيش موجوده طيب. لا يستطيع الجيش الدفاع لوحده عن السويداء اذا لم يكن هناك تعاون كبير من اهالي المدينه واهل القرى بس نقطه م. نقطه اخرى اليوم هنا هنا ه... 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 هون... المفترق الطرق هل يريد اهالي السويداء القول ان قطعات الجيش غير معنيه في المدينه ام يريدون التعاون مع الجيش للدفاع عن المدينه يعني اذا سقط مطار الثعلي هل تستطيع مدينه السويداء حمايه نفسها هناك نقاش الغالبيه العظمى من من ابناء المحافظه مقتنعون بان سقوط قطاعات الجيش هي هو سقوط للمدينه وللمحافظه وبينما هناك فئه من من اهالي السويداء حتى او مش من يعني فئه هي اقليه وهناك اصوات في لبنان تريد من اهالي السويداء عدم التعاون مع الجيش واسقاط المواقع تحت عنوان بناء تفاهمات لاحقا او ولو بالامس تردد حديث واليوم عن ان سيطره المجموعات المسلحه على قطع الجيش سيتم لاحقا تسليمها لاحد الجهات في داخل المحافظه وهذا كلام خطير لانه دعنا ننقل يعني هذه الاحتمالات لسماحه الشيخ سماحه الشيخ هل تتخوفون من ان ينسحب الجيش السوري في لحظه ما من السويداء كما حدث في بعض المناطق الاخرى الحقيقة هذا الأمر غير وارد نحن نعلم أن الجيش السوري صامد وسيبقى موجود للدفاع عن, عن أرض السويداء لكن لابد لنا من ان نكون نحن على استعداد كامل للمساعده مع الجيش والقوات المسلحه للتصدي لاي هجوم بظل الظروف الحاليه والوضع الصعب الذي يعاني منه الجيش قد يكون هناك صعوبات للتصدي لهذه الهجمات الكبيره بالاعداد الكبيره من الارهابيين لابد من تضافر جهود بين المجتمع بين الناس يعني بشكل عام المدنيين وبين الجيش كي يكون هناك صمود متكامل وإنما إذا قلنا يعني جيش يريد أن ينسحب، لا أعتقد أنه ينسحب من تلقاء ذاته إلا تحت ضغط كبير سوف يعني ضغط عسكري لا سمح الله، ولكن بمساعدة الأهالي سوف يصمد إن شاء الله. طيب سماحة الشيخ لماذا لم يتم حتى الآن تسليح أبناء السويداء؟ هناك مطالبات كثيرة لتسليح أبناء السويداء حتى يساهموا ربما في الحفاظ على أمنهم كما حدث في المناطق الأخرى. نعم يعني الحقيقه السلاح اذا لم يكن موزع بشكل منظم وتحت اشراف مختصين سوف يتسبب بالاذى والفوضى فوضى السلاح قد تكون اخطر بكثير من الفوضى او من الخطر الخارجي الذي يتهدد المحافظه. لم يكن هناك اليه منظمه تستطيع ان تستوعب هذا السلاح لتوجيهه بالشكل الصحيح. كان هناك الدفاع الوطني انشئ لغرض الدفاع كفصيل مقاتل بجانب الجيش العربي السوري، كان هناك بعض الملاحظات وبعض المشاكل حوله، وانشئت عده فصائل اخرى لكي تكون هي فصيل مساعد للجيش العربي السوري ليكون هو يعني المصدر او المكان المنظم الذي يستوعب هذه الاسلحه التي سوف توزع على المواطنين المدنيين. نحن طرحنا مساله الدفاع الذاتي م. ضمن كل قريه كل القرى المحيطه او اللي هي ان صح التعبير للمناطق الساخنه تحت اشراف ضباط متقاعدين مختصين من الجيش العربي السوري طيب. يعني بكل قريه هناك مجموعه مسلحه يمكن ان تستقبل هذه السلاح تحت اشراف الضباط لكي ينظموا عمليه السلاح كي لا يكون هو خطر يعني بالمستقبل ضد الاهالي اللي هي تندرج تحت مسمى فوضى السلاح نعم سمحت الشيخ يعني يقول زميلنا فراس بان هناك بعض الاصوات في داخل السويداء تريد ان يعني أن لا يكون هناك دعم للجيش السوري وذلك بغرض الوصول الى تسويه يعني يكون هناك خيار التسويه هو الخيار الوحيد ما مدى حضور هذه القوى في داخل السويداء يعني بعتقد هذه اصوات قليله التي تطالب بهذا الشيء ولكن وجهه نظري ان يعني التسويه هي لا تتجاوز مخدر لكي نستطمع ان يكون هناك تسويه تتخلى عن الجيش وهذا امر مرفوض لدينا نحن نعلم العلم اليقين انه لا لن يكون هناك حمايه الا بوجود بوجود الجيش العربي السوري وطبعا وبدفاع الاهل عن نفسهم عن كما سوف ندافع عن ارضنا وعرضنا بكل ما اوتينا بالقوه نعم بعتقد هذه الاصوات وجودها قليل ان شاء الله نعم سماحه شيخ ايضا اسمح لي بهذا السؤال قبل ان ننتقل لزميلنا في الاستديو يعني ما تتعرض له طائفه الموحدين وصلت اثاره الى لبنان وهناك قيادات في قيادات درزية لها تصريحات كثيرة في هذا الشأن وإن كانت هذه التصريحات تختلف في رؤية وخيارات المعالجة ما مدى تأثير الخيارات الموجودة في لبنان وهذه التصريحات على القرار في السويداء الحقيقة نحن خطنا في محافظة السويداء وفي سوريا بشكل عام خطوة مميز وكان شعارنا دائما هو الوطن والوجود تحت سقف الوطن ومظلة الوطن وجهة النظر الإخوان في لبنان عن عن يعني عن الاحوال التي نعاني منها في سوريا من وجهه نظرهم ومن موقعهم هي تختلف عن وجهه نظرنا وموقعنا هنا بالسويداء وهذه الاصوات تدعو يعني هي بك يعني من من منطق انه درء الخطر من التسويات التي تطلب يمكن بها من هذا الطريق قد نحمي شعب اهلنا وشعبنا مم. نعتقد ان حمايتهم هي من من الداخل منا نفسا نحن نستطيع ان نحمي ذاتنا نحمي انفسنا ولا يمكن ان نعتمد على احد غيرنا نعم. مواقفهم في لبنان هي سياسيه بكل الاحوال تندرج تحت إطار سياسي ومصالح سياسية نعم في ما حدث في سوريا هز موحد لبنان أيضا ومن الواضح أن هناك تصريحات عدة سواء من يعني زعيم الحزب الاشتراكي ولي جملاط أو الأمير طلال أرسلان أو حتى من الوزير السابق ويام وهاب يعني السؤال هنا هل يعني ما دعنا نتوقف عند ما قاله مثلا ولي جنبلاط هل يمكن تحقيق خطوط حمراء كما يطمح هو حول المناطق الدرزية في سوريا؟ أولا لا أعتقد دولي. أن النائب ولي جنبلاط لا يزال مقتنعا أن بإمكانه الوصول إلى أو الركون إلى إلى ضمان تركيا أو الأردن أو أي أو أي طرف دولي أو إقليمي الامور واضحة، المجموعات المسلحة بالتفاصيل تفعل ما تريد في في التوجيه العام هناك تعطيها الدول المشغلة توجيه عام ولكن في التفاصيل ما حدا بيرد على حدا. طبعا اذا لا يمكن اعطاء طبعاً, طبعا طبعا الانقسام الداخلي في لبنان حول الاوضاع في سوريا هو ليس هو انقسام سياسي منذ اليوم الاول لبدء الازمة السورية. فريق من من اللبنانيين يقول انه مع الدولة السورية الى جانب الجيش السوري وفريق اخر يقول انه مع جبهة النصرة. ومع ومع المعارضه المسلحه اليوم الامور هناك هناك بفعل يعني الازمه السوريه ثبتت الترابط العضوي بين على العلن على الاقل بين اللبنانيين والسوريين والشعب اللبناني والشعب السوري و وعامل وميزه طائفه الموحدين دروز انها بقيت موزعه بشكل جغرافي بعد ما بعد سايكس بيكو على كيانات التي تم تقسيمها في سايكس بيكو وهي مرتبطه ببعضها يعني يعني الدروز في لبنان الدروز في سوريا الدروز في الاردن مثل يعني هناك اقارب لذلك اي 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 حدث في سوريا يحصل للدروز السوريين من الطبيعي ان نترك انعكاس على دروس فلسطين يعني سكان الجليل والكرمل على دروس على سكان جبل لبنان على سكان الاردن وهذا امر طبيعي هناك حاله غليان داخل ولكن اعتراض هناك كبير هناك ربما تباين طبعا تباين كبير طبعا يعني هناك هو نفسه, نفسه هو نفسه هذا التباين هو هو هناك هذا التباين من يتحدث عن صحيح. تسويه و والمصالحه في درعا ومحيط درعا وهناك من يتحدث ويطالب الدوله السوريه بتسليح ابناء السويداء وبتسليح هذا أه 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 تصريح الوزير وامها هذا هذا التصريح يعني هذا التصريح بين كانه كانه السويداء ما فيها سلاح وهذا وهذا كلام منه دقيق ما بعرف ليش قال هيك الوزير بس هو منه كلام دقيق التباين هو بين بين حديث الـ 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 النائب طلال ارسلان والنائب وليد جنبلاط. النائب طلال ارسلان يتبنى الى جزء كبير رؤيه غالبيه اهالي السويداء وبما هو امر واقع اللي هو ضروره الدفاع وحمل السلاح الى جانب الجيش السوري والدفاع عن القرى والبيوت، والنائب وليد جنبلاط طبعا متورط في مواقف على مدى السنوات الاربعه الى جانب جبهه النصره والدول الداعمه لها ولا يستطيع الخروج من هذه المواقف سريعا. اليوم هناك ضغط كبير واضح من اليوم ما حدث في اجتماعات ولقاءات وتصريحات واضح ان هناك ضغط كبير على موقف الحزب التقدم الاشتراكي للانتقال الى 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 خطاب اخر لم يعد من المنطقي ان يقول النائب وليد جمال انه معجبه النصره او ان النصره معتدله او ان النصره هي من نسيج الشعب السوري من قام بهذه الميزة في ادلب هو تونسي وليس من نسيج الشعب السوري يعني ما حدث بال يعني غير مجازر عذر العمالية أو, أو, كل المجازر التي ارتكبتها نعم في كل الشعب السوري ولكن التصريحات المعلنة لسيد ولي جنبلاط يعني تعتبر هي ما, ما حدث نعم ولكن تعتبر ما حدث في ادلب هي فردي حادث فردي وحادث احد الظرفاء يعني احد الظرفاء اليوم كتب على فيسبوك ان ابو بكر ابو محمد الجولاني كان يقود سياره وقام بصدم 30 رجلا في هذه البلده هو هذا حادث فردي هي مجزره موصوفه اليوم هناك مواقف علنيه ولكن هناك ضغط داخلي لا لا لم يعد احد يصدق او لا يمكن اقناع احد لا من الدروز ولا المسيحيين ولا السنه ولا الشيعة ولا العلويين ان هؤلاء نعم. الجماعات هذه الجماعات التكفيريه هي هي جماعات معتدله اثنين الحديث عن, عن 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 تصالح بين بين السويداء ودرعا هو هو غير واقعي ليس ليس هناك خلاف بين أهل السويداء وأهل نعم. درعا طيب. ذكرت ربما يعني هذا هذه نقطة مهمة ودعني ربما نفتح لأن الوقت يدهمنا محور المحور الإسرائيلي والعنصر الإسرائيلي طبعا. في المسألة وأسمح لي بأن نتوجه لهذا بهذا السؤال لسماحة الشيخ سماحة الشيخ منذ ما حدث في قلب لوزة ربما في إدلب بدأت تصريحات معلنة للإسرائيليين يقولون بأنهم لن يسمحوا بأي اعتداء قد يجري للدروز في سوريا كيف تلقيتم مثل هذه التصريحات من الجانب الاسرائيلي وما موقفكم من هذه التصريحات؟ الحقيقه بعد المجزره اثارت قلق اهلنا في فلسطين. هذا ذلك مما دفعهم للتشاور يعني وكان هناك عده لقاءات فيما بينهم لكي يجدوا طريقه او وسيله يقدموا فيها المساعده لاهلنا في سوريا. وهم ما قصروا في في الفتره الماضيه ارسلوا كثير من المعونات والمساعدات لاهلنا في ظل الظروف الحاليه التي نعيشها. وانا يعني اتقدم بالشكر والتقدير لهم على كل ما قدموه ولكن الموقف السياسي للكيان الاسرائيلي هو موقف يعني يندرج تحت اطار المصلحه والاستراتيجيه الاسرائيليه التي تخدم مصالحها وليست هي حرص او او خوف على على ابناء الطائفه في في سوريا والا كيف نفسر مساعدته للارهابيين وتقديمهم المساعده الطبيه واللوجستيه والسلاح لارهابي النصره على الحدود مع الجولان بالقرب من حضر آه هذا أمر كان واضح إذا كان هم يخافو يخافون على أبناء السويداء آه فيجب أن لا يدعموا تلك المجموعات المسلحة التي تتسبب بأذى ليس فقط لأهل السويداء لكن للسوريين آه هذا الموقف هو موقف سياسي يعني يقصدون من خلاله الايحاء بان السويداء او الطائفه الدرزيه ملاذها هي للكيان الاسرائيلي او للحمايه الدوليه. <applause> نحن نقول ان حمايتنا هي من خلال الدوله السوريه ومن خلال الوجود نحن محافظه إحدى من إحدى محافظات الجمهوريه العربيه السوريه وتحت العلم السوري حمايتنا هي الدوله السوريه والقانون والنظام السوري نعم أفهم منك سماحه الشيخ ولن نقدر الشيخ. نحصل على اي سماحه نعم. الشيخ افهم منك سماحه الشيخ بانكم لن تقبلوا باي شكل من الاشكال مساعده من الجانب الاسرائيلي للحفاظ على امن السويداء طبعا بالتاكيد لن نقبل نحن لن نحتاج مساعده نستطيع الاعتماد على نفسنا ونقوم بكل ما يجب القيام عليه للحفاظ على اهلنا ومجتمعنا في السويداء من حتى وان كان من ضمن اطار الدفاع ولو باي شكل بالمتوفر لدينا كما كان اهلنا قبل صمدوا وقاتلوا وحموا هذه الارض سوف نحميها بكل تاكيد وبدون اي ان شاء الله لأننا نحتاج المساعده الاصدقاء لن يقصروا بالمساعده والدوله موجوده للمساعده ولكن المساعده من قبل الكيان الاسرائيلي هذا امر مرفوض نعم بالعودة إليك فراس أعلم بأنك مهتم بهذا الموضوع ربما حتى قبل أن نبدأ في الحلقة كنت تتحدث عن العنصر الإسرائيلي وأراك أيضا تسجل مجموعة من النقاط طبعا الإسرائيلي اليوم مرتاح لما يحصل ويراقب و... ويراقب ويتدخل لأنه معني في في إظهار الصراع في سوريا على أساس صراع مذهبي تظهير الصراع في سوريا على أنه صراع مذهبي هي هو تبرير لمشاريع اسرائيل لقيام دولة يهوديه يعني اذا كان في دولة يهوديه وفي حد دوله علويه دوله سنيه دوله درزيه دوله مسيحيه هو تبرير للدوله اليهوديه لذلك الإسرائيلي يستفيد مما يحصل بشكل كبير اليوم الإسرائيلي ماذا يفعل يدعم يدعم جماعه لماذا عندما وصل... وصل الامر عند العنصر الدرزي أو المكون الدرزي في لأن... سوريا لأن... لانه لانه يعني يجيد هناك تعمد استخدام طبعا لانه تعاطف. يجيد يجيد استخدام التصدعات الموجوده او 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 الفوارق الموجوده او الحواجز بين الطوائف والمذاهب ويرى ويغذي الصراع المذهبي في المنطقه ويجيد اللعب على هذا الوتر الاسرائيلي قبل ستة سبعة اشهر كان هناك بعض اهالي الجليل والكرمل يحاولون التظاهر امام المستشفيات تقوم اسرائيل بمعالجه عناصر النصره في بداخلها في صفد او في طبري او في طبريه وكان يقمع هذه التظاهرات ويمنع الاهالي من التظاهر ما حدث ان الاسرائيلي قبل اسبوعين او ثلاثه اسابيع هو عمم جو داخل في اعلامه ووسائل اعلامه وعلى لسان مسؤوليه ان هناك خطر كبير على الدروز وان هناك خطر على الاباده وان اسرائيل والاخطر تتوقع تهجير من قرى السويداء ومن جبل العرب إلى الحدود مع الجولان المحتل وهنا بيت القصيد الإسرائيلي يقول أنه لن يتدخل لن يفتح الحدود للمهجرين السوريين من الدروز لدخول فلسطين المحتلة ولكن سيقوم بتأمين أماكن لنزوحهم يعني إذا عدنا للحديث عن النصرة إسرائيل تدعم النصرة وفي نفس الوقت تقول انها تريد مساعده ان الدروز والنصرة تعرض على في حضر والنصرة نعم طبعا والنصرة تعتدي على الدروز اسرائيل تقول انها ستحمي الدروز ومن ثم تقول ان هناك تهجير سيحصل يعني يعني هي تشغل وهي وهي تدفع هذه الجماعات لتحقيق تهجير لاهالي السويداء هذا يعيدنا الى مشاريع اسرائيليه قديمه الاسرائيلي يبحث عن عن حزام امني يحميه من من الشمال يحاول اللعب على هذا الوتر عبر تجميع اهالي الموحدين الدروز الذين الذين تهجرهم مجموعات المسلحة من السويداء الى الى الجولان ومن جهه ومن جهه اخرى ومن جهه اخرى يدعم قيام رح نوصل ومن جهه اخرى يدعم قيام حركه تمرد او او حركه حكم ذاتي داخل السويداء بطريقه خفيه اليوم قد تصبح غدا بشكل علني لتبرير يهوديه الدوله هل هناك اطراف درزيه تعول على التدخل الاسرائيلي؟ لا احد يستطيع الان الحديث على العلن طبعا ولا 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 طرف يستطيع الحديث ولكن الامور تدفع بهذا الاتجاه وهناك مقاومه شرسه وكبيره من كافه من غالبيه كبرى في محافظه السويداء وفي لبنان ومن قوى وجهات سياسيه وحتى في الجولان المحتل وحتى في الجولان المحرر وانا بلده حضر مثال على ذلك قرى جبل الشيخ مثال على ذلك وما حدث بالامس نعود الى فكره الخيارات لم لما نقول للدروز لا تتصلحوا، طيب. هذه جبهة النصرة نضعهم أمام خطر هذه الجماعات، لذلك نستدرج إما تدخل إسرائيلي وإما تدخل دولي، طيب. عندما نقول للدروز تصلحوا ودافعوا عن أنفسكم لا نستدرج أي أي حل يحمون أنفسهم في مساواة الجيش بالعودة إلى فضيلة أو سماحة الشيخ، سماحة الشيخ هل يقلقكم التراجعات التي يسجلها الجيش السوري أو سجلها الجيش السوري في بعض المناطق خلال الأسابيع الماضية؟ بالتأكيد هذا القلق مشروع لأنه تراجع الجيش هو بالتالي تقدم لجهات الأخرى المسلحين تكفريين داعش وما يشبهها من تنظيمات هذا يكون بالتالي قرب الخطر الأكبر من المدينة ونحن نرى أنه بالمحافظة بشكل عام ونحن نرى أن هذا الخطر يزداد يوم بعد يوم بالحشود الكبيره التي تتواجد حول منطقه السويداء ولكن ان شاء الله وبهمه شبابنا واهلنا وشيوخنا حتى نساءنا سوف ندافع بكل ما اوتينا بالقوه وسنكون صامدين ونحن واثقون ان النصر لنا. نعم، ماذا تريدون سماحه الشيخ من الحكومه السوريه خصوصا وان ربما يعني وجود الجماعات المتشدده اصبح قريب من مناطقكم؟ نعم حقيقة مطلبنا وهو مطلب العامة يعني مساعدة الأكبر من من الحكومة السورية كي نستطيع نحمي أنفسنا يعني بتجهيزات أقوى وهذا الأمر الدولة إن شاء الله لن تتخلى عنه وسوف تكون موجودة نحن طلبنا أن يكون هناك تعزيز من السلاح تحت إشراف مختصين من الضباط متقاعدين أو عاملين يقوم بإدارة هذه يعني الإشراف على هذا السلاح كي يكون كي يكون كي يتصدى لاي محاوله من اي جهه كانت لخرق او للتعدي على المحافظه وهذا هي بالتالي حمايه للوطن حمايه يعني للسويداء هي حمايه لدمشق حمايه لريف دمشق حماية لدرعة وحمايه لدرعا وحمايه للقنيطره بوجهه نظري ايضا لانه اذا اذا امتد هذا الارهاب سوف يشمل كامل المساحه طيب. هل هل تلقيتم قبول من الحكومه السوريه بناء على هذا الطلب ان يتم ربما نامل 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 بالقبول لم ياتي رد نعمل يعني نامل لحد الآن لم ياتي رد رسمي وانما هناك تطمينات انه سوف يكونوا جاهزين يعني بالدرجه الاولى هن تكفلوا بالدفاع من خلال وجود الجيش العربي السوري وايضا يعني كان لنا امل ان يتساعدوا معنا بالسلاح الذاتي للقرى التي هي نعتبرها نحن خط دفاع اول يمكن ان يسدوا الهجوم الى حين وصول تعزيزات من الجيش او من المواطنين يلي بياتوا لحما... لمساعدتهم في الحمايه والدفاع. نعم ان شاء الله لنا امل كبير ان يجاب هذا الطلب. نعم، يعني هناك ربما من كتب وتحدث عن خيار اخر سماحة الشيخ وهو أن يكون هناك توفير لغطاء جوي من قبل قوات التحالف التي هي بطبيعة الحال تحارب أو يعني تحارب تنظيم داعش، هل أنتم تتطلعون في السويداء إلى سيناريو قريب مما حدث في كوباني ولكن يكون إستباقيا يعني لا لا ينتظروا حتى وصول هذه الجماعات إلى السويداء وإنما تكون هناك حماية مسبقة هذا الامر حوله. يحتاج الى توافق يعني, يعني هذا الامر هو قرار للحكومه السوريه ويحتاج الى توافق دولي لا نستطيع لا نستطيع نحن ان نبت بهذا الامر ولكن من وجهه نظرنا اذا كان هناك توافق وكان هناك ضربات استباقيه لتجمعات المجموعات المسلحه من داعش وغيرها سوف يخفف كثير من الخطر بالمنطقه حيث ان المنطقه بالمنطقه الشرقيه في الباديه قد تصل الى حدود العراق اليوم م. هي خارج اطار السيطره السوريه وهي تابعه لا. لهذه التنظيمات. سمحت الشيخ هل افهم منك بانك تدعو هل افهم منك بانك تدعو ابناء السويداء لحمل السلاح الى جانب الجيش السوري كل ابناء السويداء اذا استدعى نعم نعم اذا استدعى الامر كلنا سوف نحمل السلاح وندافع ونتصدى هذا امر دفاع عن نفس حق مشروع واهلنا في الماضي دافعوا وصمدوا ونحن ايضا سنكون لن نكون اقل منهم ان شاء الله نعم يعني قبل ان نختم سؤال اليك فراس تراجعات ربما للجيش السوري في الاسابيع الماضيه لا يمكن القفز عليها هل هذا يثير القلق ليس لدى المكونات الدرزيه ولكن ايضا لدى كل المكونات السوريه تحدثنا عن هذه النقطة وعن عن لواء 52 تحديدا في الجبهة الجنوبية وأنا بدي أعلق أنا على نقطة ثانية اللي سألتي الشيخ م. موضوع التحالف الدولي ومسألة كوباني، ماذا فعل التحالف الدولي في كوباني؟ هل عادت كوباني إلى حضن الدولة السورية؟ دغرت في مشروع تقسيم صارت جزء من كردستان الجديدة م. لذلك التحالف الدولي لا يقوم بحماية أحد في سوريا، يقوم برسم الخطوط ويقوم بسماح بتنظيم داعش برسم جغرافيا لتقسيم سوريا مستقبلا وليس لي، 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 لمحاربة تنظيم داعش فعلا آه، السويداء هو الخيار الوحيد ما تحدث عنه سماحة الشيخ هو القتال والدفاع بسبب سقوط باقي الخيارات داعش لما كان للتهاون معهم والنصرة لا أمان لهم مم. وإسرائيل تريد تحقيق مشاريعها كل الشكر لك فراس الشوفي وانت كاتب صحفي كنت معنا في الاستديو كل الشكر لك ايضا سماحه الشيخ يوسف جربوع وانت شيخ عقل طائفه الموحدين الدروز في سوريا على تواجدك معنا شكرا لك لانك ربما اوضحت لنا الصوره من الداخل في السويداء لان هناك الكثير من المعلومات المتضاربه الشكر لك من جديد وشكر موصول لكم مشاهدينا على حسن المتابعه نلقاكم باذن الله تعالى في حلقه قادمه الى اللقاء